السلام عليكم. 5 أشخاص إذا ظهروا فهذا دليل على قرب يوم القيامة، فمن هم هؤلاء الأشخاص يا ترى؟ لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو، ولا تنسى مشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة. الرجل الأول هو شخص يدعى المهدي المنتظر، وقام رسول الله بذكر هذا الرجل في حديث قائلا: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا الرجل يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا من قبل. الرجل الثاني هو شخص يدعى القحطاني، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ووصف النبي هنا هذا الرجل، وهو أنه سيكون الملك براعي الغنم، ووصف من سيكون تحت ولايته بالغنم، وذكر أن هذا الرجل سيأتي بعد المهدي المنتظر. الرجل الثالث هو شخص يدعى الجهجة، وذكره النبي في حديث له قائلا: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاء. الرجل الرابع هو المسيح الدجال، والذي سيكون الفتنة الأكبر في تاريخ البشرية، ووصفه الرسول في أكثر من حديث حتى قال: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئ ولا حجرا، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. الرجل الخامس هو سيدنا عيسى بن مريم، نبي الله الذي قام الله برفعه إليه في السماء، وسينزل إلى الأرض من أجل مواجهة المسيح الدجال ويقوم بقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول سيدنا عيسى: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.